ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الاربعاء الموافق 24 يناير 2024، هتبتدي تكتسب معارف جدد في حياتك وهتبقى راضي جدا عن ده. هيبقى رصيدك ايجابي جدا لمستقبلك، هتبقى منفتح بشكل كبير على كل الافكار الجديدة اللي عندك. هتحس من خلالها بحاجة انك تخاف من تصرفات اللي حواليك، وده هيبقى موضوع حلو جدا لو عرفت تستمتع بكل غرائزك العميقة وعرفت تتعافى من مشاعرك القديمة. مزاجك النهاردة يعتبر مش معقد، وده هيخليك جذاب جدا في عيون كل الأشخاص اللي حواليك بشكل كبير. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيواصل القمر عبور البرج السرطان طول اليوم، وهنبقى مهتمين في مقامنا الأول بمشاعرنا وارتباطاتنا. هيشجعنا القمر ده عشان نركز على نفسنا ونتخلى عن كل التفكير الزايد. كل الأوضاع اللي عندنا وكل المواقف المنزلية والعائلية مألوفة جدا وبتجذب لينا أكتر من المعتاد الأشخاص اللي حوالينا، لكن مع اقتراب القمر وأورانوس في الصباح هنبقى منفتحين أكتر على طرق جديدة عشان نلاقي الراحة. الوقت مناسب لكل الأنشطة اللي بتشغل عواطفنا واللي هتكتشف من خلالها سرعتنا وطريقة تنسيقنا وتعبيرنا عن احتياجاتنا الناشئة. هنبتدي يأثر عبور القمر حاجتنا علشان نتواصل لجذورنا بشكل عطارد خماسية إبداعية لنبتون، ونحنا هنبقى من خلاله أكتر مثالية ووعي روحيا وحساسيا. بالنسبة لينا هيبقى في ترين لغاية ما يدخل القمر برج الأسد يوم الخميس 25 يناير صباحا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.